حلقة جديدة من برنامج من هنا نبدأ. هذا البرنامج اللي بيعتبر الحلقة الواصلة بين المواطن والمسؤول، مستمع دائما إلى شكاويكم، ومراسلين موجودين في كافة المحافظات لحتى يوثقوا ويفتحوا الملفات. دائما بنحاول نطرق باب المسؤولين لحتى نحاول أن نبحث عن حلول. واليوم رح يكون في عنا ثلاث مواضيع من ثلاث محافظات مختلفة، والبداية ستكون من شمال المملكة وتحديدا من إربد، موضوع متعلق بالشباب والرياضة. المجمع الرياضي في الطيبة متهالك وبلا إنارة منذ عام 2011. رح يكون معنا مراسلنا من هناك، وأيضا رح نستضيف الجهات المعنية حول هذا الموضوع. أيضا تباعا للمؤتمر الصحفي صباح اليوم لوزير التربية والتعليم، سنناقش التوجيه الجديد، هل هو إلغاء امتحان الثانوية العامة أو تطويره؟ ورح ينضم لنا ضيفنا في الاستوديو فاخر دعاس، وهو المسؤول عن حملة ذبح تونة من أجل حقوق الطلاب. وسنختم حلقتنا لليوم حول مطالب بتأهيل طريق شلالات السلايطة السياحية في أم الرصاص. إذن هاي هي محاور حلقتنا لليوم. تم افتتاح مجمع الطيبة الرياضي عام 2018، والذي يخدم فرق الكرة بأندية صمة ودير السعنة والطيبة في اللواء. تكلفة المجمع بلغ نحو 1,000,000 دينار، ويشتمل على منجل بالنجيل ومدرجاته تتسع لحوالي 3,000 متفرج. لكن رغم كل هذه المقدمة الجميلة اللي حكيناها، هناك مشاكل وشكاوى، وأيضا لا يوجد إنارة. التفاصيل في هذا التقرير. يعد مجمع الطيب الرياضي المتنفس الوحيد للشباب والمجتمع المحلي في لواء الطيبة، ويخدم المجمع ثلاثة أندية رياضية هي نادي الطيبة ونادي صمة ونادي دير السعنة، إلا أنه بلا إنارة منذ افتتاحه، ما يمنع استخدام مرافقه بعد غروب الشمس. احنا من مجمع نادي الطيبة اللي بخدم هذا الملعب بما يعادل 70,000 نسمة من هذا اللواء، لكن بنقصنا كثير من للملعب. الملعب احنا عندنا هون شفاغور، منطقة شفاغورية، بتكون ارتفاع درجات الحرارة في النهار كبيرة جدا، لكن من نيجي نلعب في الليل على هذا الملعب لا بنتفاجئ انه من 2013 لا يوجد إنارة في هذا الملعب. أنا مجمع الطيب الرياضي بخدم 7 قرى، منذ التأسيس من 2013 لغاية الآن يفتقد إلى الإنارة ويفتقد إلى الصيانة، وفي كمان حديد هناك بالزاوية بأثر على اللاعبين، وحاجة للصيانة للجدران كمان، في عندنا تشكك كمان بالجدران. كما أن المجمع يحتاج للصيانة العامة وإضافة قاعة متعددة الأغراض، سيما أنه المجمع الوحيد للنشاطات الرياضية. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هون في مجمع لواء الطيبة الرياضي، احدى مكارم جلالة الملك، ينقصنا وجود صالة متعددة الاغراض لممارسة العاب كرة اليد والطائرة والسلة، اللي يعني احنا باللواء محرومين لنقص المرافق العامة ولنقص المستلزمات. والملعب بده شبكة وإنارة، وبدنا الحديد هذاك ينشال اللي هناك، وتظبيط للملعب كامل. 6 أعوام مرت على افتتاح المجمع الرياضي الوحيد في لواء الطيبة، وعلى الرغم من تخصيص مبالغ مالية من ميزانية مجلس المحافظة، إلا أن المجمع لا زال بدون تيار كهربائي لغاية الآن. زياد نصرات، رؤيا. إذا ننتقل مباشرة للسيد يحيى المومني، وهو مدير شباب محافظة إربد. يعطيك ألف عافية سيد يحيى. إذا بداية، رأيك في بعض شكاوى المواطنين حول المجمع؟ يعني بداية شكرا لك وشكرا لقناة رؤيا يعني على الاهتمام بالقضايا الشبابية والرياضية في وطننا العزيز ومحافظة إربد. هؤلاء الشباب اللي طبعا بيحتاجوا ان تكون لديهم يعني يتم تقديم خدمه متميزه لها لهؤلاء الشباب بتوجيهات جلاله الملك عبد الله الثاني الحسين لحكوماته، وتوجيه معالي وزير الشباب عطوفة الامين العام دائما وابدا بوضع يعني الشباب على سلم الاولويه. مجمع الطيب الرياضي هو احد 7 مجمعات رياضيه التابعه لمديريه شباب محافظه إربد،
نعم، يبدو أن هناك عطل فني في الإنترنت، سنحاول إعادة الاتصال بالسيد يحيى. ننتقل مباشرة إلى زياد نصيرات الموجود في المجمع. وزياد، يعني كما ذكرت في التقرير، هذا المجمع حتى الآن يحتاج إلى إنارة، يحتاج إلى صيانة، وأيضا لا يستطيع الأشخاص أن يكونوا متواجدين فيه للتدريب ما بعد غروب الشمس. احكي لنا أكثر عن الأسباب وراء ذلك، وهل فعليا تمت المطالبة بمعالجة هذه المشاكل؟ إلى من كانت هذه المطالبات وماذا كان الرد؟ مساء الخير رانيا. يعني هذا الملعب هو يعني احدى مكارم جلالة الملك لواء الطيبة، وتم تقديم طلب خلال زيارة جلالة الملك الى لواء الطيبة عام 2011، وبعد حوالي العام تم اقرار بناء هذا المشروع، وعام 2014 بدأ بناء هذا المجمع الرياضي وانتهى العمل به عام 2018. منذ عام 2018 وهناك مطالبات متكررة من قبل اهالي لواء الطيبة بإنارة هذا الملعب، كون لواء الأغوار من المناطق الشفغورية وارتفاع درجات الحرارة بها عالي، لا يستطيع أحد هنا يعني استخدام مرافق المجمع الرياضي خلال ساعات النهار. يضطر يعني المواطنون هو يضطر الأندية الرياضية إلى استخدامه ما بين العصر والمغرب بس فقط. بعد ذلك يتوقف يعني يتوقف استخدام مرافق هذا المجمع الرياضي كونه يعاني من عدم وجود إنارة. تمت مطالبات بشكل متكرر وعلى مدى سنوات مختلفة بإيجاد إنارة في هذا المشروع، في هذا المجمع، وهو مشروع حيوي ومشروع مهم جدا، إلا أنه في كل عام يتم الوعد بأن يكون هناك العام المقبل، العام المقبل، العام المقبل، هناك وعود متكررة بأن يكون العام المقبل. للحديث أكثر معنا الآن رئيس نادي الطيبة الأستاذ المحامي علي القرآن. أستاذي، ممكن تحدث لنا إيش المشكلة الرئيسية عندكم، وهل قدمتم مطالبات بإنارة هذا الملعب؟ الله يعطيك العافية أخ زياد. إحنا يعني سبق أن راجعنا وزارة الشباب ومديرية شباب إربد بالمدير يحيى المومني، مش مكثور الخير، ما قصر الزلمة، كان متابع معنا أول بأول. تم طرح عطاءات من اللامركزية بخصوص تحسين المجمع والملعب، وزي ما أنت شايف إحنا يعني لواء كبير فيه بلدات كثيرة وفيه أكثر من نادي، وفي عندنا فئات عمرية كبيرة والأندية سواء كانت الدرجة الأولى أو الثانية. نعم، إذن كنا نتابع حول هذا المجمع، وهو مجمع الطيبة الرياضي الذي تم تأسيسه بناء على مكرمة ملكية. وأيضا نحن نتحدث أن هذا المبنى يخدم أندية كصمة ودير السعنة وأيضا الطيبة في اللواء، وهناك مطالبات يعني من قبل عدد كبير من يرتادون هذا المكان بأن يكون هناك حلول للصيانة من جهة، ومن جهة أخرى حول الإنارة والكهرباء. نعود مرة أخرى للسيد يحيى. سيد يحيى، أعطيك ألف عافية بداية. إذن احكي لنا عن مراحل تأسيس هذا المجمع بداية، يعني كنت عم تحدثنا عن أهميته والحاجة له. نعم. تم تأسيس مكرمة ملكية في عام 2010-2011 بداية العمل فيه، وتم وضع إنارة فيه وكيبلات إنارة، لأن هاي الكيبلات تعرضت يعني للسرقة من يعني أشخاص مجهولين. والآن إحنا وزارة الشباب في العام الماضي عام 2023 تم طرح عطاء صيانات للمجمع الرياضي، منها البوابات والملعب والعشب الملعب وأطراف الملعب، وايضا تم طرح عطاء لاناره الكيبلات لتمديد الكيبلات، الا انه يعني تم طرحه مرتين، الا انه المقاولين في المرتين يتم سحب ينسحبوا من هذا العطاء. والان احنا بسبب عن اسباب الانسحاب من هذا العطاء، بس للتوضيح سيد يحيى، اذا هو في البدايه يعني ومنذ التاسيس كان مؤسس له لان يكون هناك كهرباء يعني واناره، وتم العبث بها. التذبذب في أسعار الكيبلات هم اللي بتخلي المقاولين هم ينسحبوا. نعم. لكن الآن إحنا كمان برضو هذا الشهر سيتم طرح عطاء الإنارة، يعني عطاء الكيبل، أما هي عمدان الإنارة موجودة، بس هو كيبل الإنارة اللي تم سحبه سيتم إعادة طرحه. وهناك أيضا يعني أما بالنسبة للقاعة الرياضية وهو أيضا مطلب محير، إلا أنه يعني مساحة الملعب 13 درم، المساحة الجانبية اللي بجانب الملعب
لا تسمح بالأبعاد القانونية للصالة الرياضية، وإحنا إن شاء الله بالتعاون مع بلدية اللي موجودة فيها المجمع الطيبي سيتم يعني توسعة قطعة الأرض، وبالتالي التعاون مع مجلس المحافظة تخصيص المخصصات اللازمة لإيجاد يعني قاعة رياضية متعددة تخدم شباب اللواء. نعم، اسمح لي سيد يحيى فقط للتأكيد، لأنه يعني المواطنين قالوا بأنه من عام 2011 لم يكن هناك كهرباء وإنارة، وأنت وضحت بطريقة مختلفة. اشرح لنا بالضبط التسلسل الزمني ومتى تحديدا تم العبث. التسلسل الزمني من 2011 من تسليم العطاء، يعني تم يعني خلينا نقول سرقة هاي الكيبلات، ولم يتم إعادة الكيبلات يعني إلا بداية المحاولة بعام 23، وبدأنا بمحاولة ونزلنا استدراج عروض والعطاء لمرتين على مقاولين، إلا أنهم انسحبوا من هذا الكلام في عام 2023، يعني من 2011 23، والآن موجود على خطة الموازنة خطة الوزارة لإقامة لعمل كيبلات إنارة لأهمية هذا الموضوع وتقديرنا لضرورة ممارسة النشاط الرياضي في الفترة المسائية والفترة الليلية، علما أنه يعني في لواء الليل لواء الطيب يوجد ثلاث أندية، ناديين المنتسبات لاتحاد كرة القدم الذين يمارسون هاي اللعبة، وبالتالي والحجوزات مؤمنة لهم بالفترة المسائية بعد فترة العصر وحتى تكون درجات الحرارة متدنية تناسب التمرين لهاي الأندية الرياضية. نعم، وسيد يحيى الآن يوجد عطاء وتوجد خطة بالتعاون مع البلدية ومجلس المحافظة. نعم، إن شاء الله في الأشهر القليلة القادمة سيكون هناك الإنارة تعمل إن شاء الله في مجمع الطيب الرياضي. نعم، ابقى معنا سيد يحيى ونعود إلى مراسلنا زياد انصيرات. زياد، بداية يعني للتوضيح، عام 2011 كان هناك تأسيس لإنارة وتم العبث بها من قبل بعض المواطنين، هذا أولا للتوضيح، وثانيا طبعا هذا بحسب السيد يحيى، وثانيا لم يكن هناك، كان هناك عطاءات لكن سحبت هذه العطاءات بسبب عدم الاستقرار في أسعار الكوابل، أما الآن هناك خطة للتعاون مع البلدية وأيضا مجلس المحافظة لحل كل المشاكل المتعلقة بالمجمع. نعم، هذه المشاكل المتكررة في لواء الطيبة، يعني كنا بحثنا هذا الموضوع بأكثر من مشروع، سرقة الكوابل وسرقة المعدات. أستاذ علي، يعني الحديث عن السرقة تمت في مجمع الطيبة وأن الوزارة لا تستطيع الآن تحمل الكلفة المادية الكبيرة لإعادة كيبلات الكهرباء وبعد ذلك إعادة الكهرباء. أخ زياد أعطيك العافية، يعني أنا بستغرب كيف الوزارة ما بتتحمل. الوزارة مخصصة أوكي حراس، مخصصة مدير للمجمع، العبء كلياته عليهم، مش راح يكون على الأندية أو على الناس اللي بتيجي على الملعب وبتلعب فوتبول وبتروح يعني بتقدم الأنشطة كاملة. وإحنا زي ما قلت لك وسبق إنه إحنا طلبنا بأكثر من مرة لأنه تخصيص قاعات متعددة الأغراض بخصوص موضوع ممارسة أهالي اللواء الطيبة للعب طاولة التنس واليد والسلة والأمور هاي، وموجود قطعة أرض بنفس المجمع وأكثر من مرة بس ما صارش إنه يعني يخصصون إشي لهذا الموضوع. شكرا شكرا أستاذ حسين. أستاذ معاذ فضل، معنا أيضا الأستاذ معاذ الدوكات وهو رئيس أمين سر نادي صمة. يعني أنتم من بلدة صمة مستفيدين من مجمع الطيب الرياضي، بداية يعني كان الحديث عن عدم وجود إنارة وأنت تتحدث أن السرقة كانت أثناء البناء، يعني وإيش بالضبط، هل أنتم كرياضيين استلمتوا المجمع كان في كيبلات كهرباء، ومين المسؤول برأيك عن هذا الموضوع؟ سيدي أول شيء الله يعطيكم العافية. سيدي زي ما أنت شايف، أول شيء مجمع اللواء هو بخدم أكثر من نادي في لواء الطيبة، وحقيقة هو تابع لمديرية شباب إربد اللي بتقوم شاكر بمتابعة هذا المجمع، لكن اللي نطلبه هو الموضوع الكيبلات اللي بتخفف الحمل على هذا الملعب بتقسيم الأدوار على الأندية الثلاثة اللي هي دير السعنة وصمة والطيبة. احنا اللي منطالبه تشغيل الإنارة هو أمر مهم لاستغلال الملعب في وقت ما بعد المغرب. احنا هون زي ما انت شايف تقريبا الساعة 6 بنوقف لعب، شوف حجم اللعيب الموجودة، طبعا في عندنا نادي درجه اولى انه هو نادي صمه، ونادي درجه ثانيه اللي هو الطيبه، ونادي دير السعنه، هذا بندرج تحته فئات عمريه وفريق اول، فبكون حمل كبير على الحراس وعلى المسؤولين على الملعب بتوزيع الاوقات على هذه الانديه. احنا المنطالب فيه من خلال مديريه شباب اربد انه الرجاء الحار في تامين الملعب في الاناره
وقامت مشكورة هي بعمل صيانة وتسكير للملعب من حيث عدم دخول الأهالي إليه واستخدامه من قبل الأندية فقط. لكن اللي منطالبه أكثر هو موضوع الإنارة اللي بخفف الحمل على هذا الملعب وبخدم الأندية الثلاثة الموجودة في لواء الطيبة. من بداية المشروع ما كان في كوابل. سيدي أنا اللي بعرفه إنه اللجنة اللي قامت بالاستلام قبل ما تقوم بالاستلام كان هناك في موضوع مشكلة في الكابلات وقام تسليم المبنى وتسليم حتى تأخر هو تقريبا قاعد 6 سنوات دون تسليم بسبب هاي المشكلة. بالتالي تم الاستلام بدون الكابلات. لكن وزارة الشباب ومديرية الشباب إربد قامت بأعمال صيانة خلال الفترة الماضية بمبالغ مالية تم تخصيصها من اللامركزية صحيح؟ سيدي نعم قامت لجنة اللامركزية مشكورة وممثلها السيد مصطفى النمرات السيد لؤي بن عمر اللي هو رئيس البلدية بتخصيص مبلغ 12,000 ل 25 اللي بتوقعه، لكن اللي تم استغلاله حاليا هو 10,000 دينار قاموا بتسكير المبنى وتسكير الأبواب لعدم دخول الناس اللي يعني عدم أخذ مالها حجز رسمي من قبل الأندية ومن قبل مديرية شباب إربد. شكرا. سيد بعد إذنك بس إحنا من طالب مدير شباب إربد بالنسبة لنا من خلاله بطلب شخصي من قبل 3 أندية بزيارة من وزير الشباب للواء الطيبة. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. يعني هنا الحديث عن تخصيص الميزانية، الحديث عن أموال، عن تخصيص أموال لكوابل الكهرباء. للحديث بشكل مفصل نذهب إلى عضو اللامركزية الأستاذنا، تفضل هون حضرتك يعني عضو اللامركزية عن لواء الطيبة والكورة والوسطية. اللواء الطيبة. يعني هناك حديث عن أن المجمع الوحيد في هذا اللواء وبحاجة إلى إنارة. أنتم كلا مركزية بسم الله ما شاء الله عنكم أموال كثير، يعني كم خصصتوا للمجمع الرياضي؟ يعني الحمد لله هذا المجمع للواء الطيبة لأبناء لواء الطيبة وهو متنفس وحيد، ونحن ندعم ونساند الشباب في مشاريعهم لأن رؤى سيد البلاد دعم الشباب. فخصصنا احنا السنة الماضية 2023 مبلغ 25,000 لمجمع رياضي الطيبة، لكن تنفذ منهم كأنه 10,000 دينار صيانة الأراضيات وصيانة الأبواب، لكن الكهرباء طرح العطاء مرتين ولغاية الآن لم يعني يرسل عطاء على أي متعهد. هل يكفي 25,000 دينار لمجمع رياضي وحيد في لواء الطيبة؟ يعني الآن منشاهد عمالنا بالملعب ازدحام كبير، هل 25,000 دينار تكاليف صيانة لملعب رياضي تكفي؟ احنا مبدئيا رايحين كمان من موازنة 2024 رايحين مجمع، يعني بالأقساط بالتقسيط مبدئيا. احنا ان شاء الله مش رايحين نقصر، يعني موازنة 2024 رايحين نخصص يعني ويكون دعم للمجمع اكثر واكثر، حتى خصصنا كمان للنوادي نوادي 3 نوادي بلواء الطيبة، خصصنا كل نادي 5,000 دينار، نادي دير السنة، نادي الطيبة، نادي صمة، وان شاء الله يعني على يعني دراسة بموضوع يعني ايش ان شاء الله المجمع. نعم ان شاء الله ان شاء زياد الله. فقط يعني سؤال وللتاكيد يعني هل هو المجمع الوحيد في لواء الطيبه؟ نعم يعني اليوم حظنا مش كتير منيح مع الانترنت. سنعود مرة أخرى إلى السيد يحيى المومني مدير شباب محافظة إربد. إذن يعني سيد يحيى استمعت مرة أخرى إلى أيضا آراء المواطنين ورؤساء الأندية وكان لهم طلب خاص من حضرتك بالتحديد في زيارة المجمع وأيضا طبعا في حل مشكلة الإنارة بشكل جذري، ونحن نقلنا لهم وعدك، هل هناك ما تريد أن تضيفه؟ نعم أنا بحب أكد لك أنه أنا زرت شخصياً المجمع الرياضي أكثر من 10 مرات لهذا المجمع، وعملت جاهداً على يعني طلع عطاءات الإنارة كيبل الإنارة ولم نوفق بذلك لانسحاب المقاولين. مخصصات مجلس المحافظة كانت العام الماضي ب 23 10,000 ويوجد 12,000 الآن على موازنة الـ 24. سنقوم من خلالها بتمديد كيبل الإنارة. بأكد أن نحن نسعى جاهدين ولا ينقص الوزارة الشباب أي مانع، أن نحن ومسؤولين عن المجمع الرياضي وقادرين على إنارة إن شاء الله رب العالمين، لكن نتمنى من المواطنين التعاون معنا بالحفاظ على ممتلكات المجمع الرياضي، هي ممتلكات وطن وهي تخدمهم بالأساس وبالدرجة الأولى. أيضا هناك كادر كامل من الحراس والمشرفين والعاملين بالمجمع الرياضي، والمجمع الرياضي هو من
من أبهى المجمعات الرياضية في الأردن، وهو يعني في منطقة جميلة ومميزة يحتاج إلى شيء بسيط. برجع بأكد على أنه أبعاد قطعة الأرض المتبقية من المجمع الرياضي، العرض المتوفر لا يسمح بالأبعاد القانونية لإقامة الصالة الرياضية، وإن شاء الله نعمل على توسعة قطعة الأرض بالتعاون مع البلدية، وبالتالي تخصيص الموازنات من مجلس المحافظة حتى نحن نقدر نعمل الصالة الرياضية، وهو مطلب محق لأهالي يعني اللواء الطيبة. سيد يحيى، في مدد زمنية بتحب تطلعنا عليها؟ احنا بالنسبة للكابل يعني ان شاء الله من هون لثلاث اشهر بكون الانارة موجودة من المجمع الرياضي ان شاء الله. اما القاعة الرياضية هي مرتبطة بتوسعة بتوفر قطعة الارض وتوفر الموازنات من مجلس محافظة اربد في عام 25 و26. نعم، كل الشكر لك سيد يحيى المومني مدير شباب محافظة اربد، ويعني ونتمنى بعد ثلاث اشهر ايضا ان نستضيف حضرتك مرة اخرى وأيضا نتابع معك هذه القضية. كل الشكر لكم ولجهودكم. نعود مرة أخرى إلى زياد نصيرات. خلال ثلاث أشهر مشكلة الإنارة سيتم حلها، أما بالنسبة للقطعة المتوفرة سيتم العمل بالتعاون مع البلدية ومجلس المحافظة والمخصصات. رجاء نقل هذه الصورة. احنا خلينا نكمل مقابلات بعدين هسه هو صار حل يعني الان يعني مديرية الشباب تقول انه خلال ثلاثة اشهر سيتم تركيب كوابل الكهرباء وتركيب إنارة للمجمع. يعني هذا المجمع الوحيد، يعني الان تلقينا وعود من قبل وزارة الشباب ان العمل جاري، تم تخصيص مبالغ والمبالغ المالية لم تكفي، لكن سيتم تخصيص مبالغ مالية لاحقا من قبل وزارة الشباب لإنارة هذا الملعب. الان اذا الحكي مش مثل سابقا نعم، أو من خلالكم نوجه الآن رسالة لوزارة الشباب مباشرة أنه تكون الأمور مستعجلة، وبخلال الثلاث شهور إحنا رح نصبر، لأنه من 2013 الآن هذا المجمع الوحيد اللي موجود في لواء الطيبة ويخدم جميع الفئات العمرية الرياضية والغير الرياضية الصحيح، ويفتقر لجميع أنواع أو خلينا نقول حد الأدنى من الصيانة بما فيها الإنارة. الإنارة ضرورية ليش؟ لأنه الآن ممكن أنت تعمل عليه مباريات حتى تضطر بالليل وتستغله لأكبر وقت ممكن، بحيث أنه يعني كل الطاقات هاي اللي أنت شايفها الآن يعني تلعب وتستخدم هاي المنشأة الرياضية. شكرا شكرا شكرا. يعني هذا المجمع الرياضي الذي يخدم أكثر من 70,000 مواطن في لواء الطيبة مهم جدا. هؤلاء الشباب يعني وهم أغلبهم في فئات عمرية صغيرة، إن لم يجدوا مكانا يفرغون بهم طاقاتهم، مكانا إيجابيا لتفريغ طاقاتهم بشكل إيجابي لبناء قدراتهم الرياضية، قد يتجولون في الطرق، قد يتجولون في طرق الانحراف، وطرق الانحراف هنا يعني للأسف أنها سهلة جدا. نعم، كل الشكر لك زياد، وأيضا شكرا يعني للجمهور الموجود خلفك وجه لنا رسائل كثيرة مليئة بالحب. شكرا جزيلا إذن لك زياد نصيرات.